هو كابتن مصطفى بس بيحب يناغشني وانا بحب اناغشه. عشان بالك بقى للكابتن مصطفى وصول النادي الاهلي للنهائي عن جداره واستحقاق وحاجات كتير كده. اقول زي شاوي سعيد ايه ان هو لاعب فرقه ضعيفه ده حدود وان كذا لا مبروك طبعا النادي الاهلي الف الف مبروك. وعايز اقول لك ان فعلا موسيماني غير من طريقه النادي الاهلي وخلى اللعيب يلعب بمزاج. حتى شفنا قفشه في الوضع ده بالذات قفشه كان ما اعتزلوا الناس كثيره جدا ومشي رمضان صبحي والدنيا الحته دي كان محتاج واحد يبقى فايق ويلعب الفرقه. فموسيماني عارف يحط قفشه في الحته دي ونجح فيها جدا جدا ومسك فيها بايده واسنانه. فالف مبروك للنادي الاهلي وصوله النهائي. ان شاء الله الزمالك كمان يعملها يوم الاحد بعد بكره ان شاء الله. ويبقى نهائي مصري جميل ان شاء الله. والزمالك ياخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ماذا يعني مصطفى ان شاء الله؟ ما قلت الزمالك ياخد البطوله ان شاء الله. شكرا احنا ناخد البطوله. شكرا لا انت قلت ان شاء الله. شكرا كابتن. استنى ركزت في حته ثانيه. طيب ما كانش مركز. بص 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 ما ينفعش الثالثه. يعني هم خدوا مننا بطولتين يعني انت عارف انا علاقتي. لا 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 اكمل لك. طيب اكمل لك خليني اخلص وبعدين قول. ماشي. طيب. يعني هم خدوا مننا بطولتين واحنا الافضل. وهي دي متعه كره القدم ودي حلاوه كره القدم. اعتقد ان الثالثه ثابته ما ينفعش الثالثه يعني. يبقى كتير قوي علينا واحنا على مر تاريخنا تاريخ اهلي وزمالك طبعا الناديين الكبيرين اللي هم عصب الكره المصريه ده ما بيحصلش. يعني بتبقى مره فين وفين يعني. لكن يبقى ايوه بس خلي بالك الاهلي خسر اثنين نهائي دوري ابطال افريقيا ورا بعض. انا بتكلم اهلي وزمالك. انا بتكلم اهلي وزمالك. اهلي وزمالك على اساس ان شاء الله الزمالك يكسب ونلعب فاين. هيبقى كتير صح. أيوة. بس عندي تحفظ في كلمه افضل. ازاي احنا خدناه منكم انتوا الافضل؟ هو اللي بيكسب هو الافضل ولا اللي بيخسر هو الافضل؟ لا في انت ممكن ما تبقاش كويس وتكسب او ازاي زي الناس ازاي يا جمال. يعني النادي الاهلي يعني امبارح لو عندك وحش لو عندك صلاحيه دي. طب ما انت قلت السنه اللي فاتت الزمالك كان احسن فرقه وما خدش الدوري. ماشي. طب انا هسالك سؤال. طب ممكن اسالك سؤال؟ في فرق بين الدوري وفي فرق بين ماتش يا جمال. يا عبد الحميد يا جمال الدوري كذا ماتش ورا بعض ممكن تبقى سيء في ماتشات كتيره وتخسر وممكن تبقى كويس جدا. انت جاوبت. ممكن المجموعه الكويسه ده. انما بالنسبه للنادي الاهلي ازاي هو الافضل واتغلب ماتشين من نادي الزمالك؟ ايوه عدم توفيق ان احنا بص لا ماتش ماشي انما ماتشين يا جمال ما هو ماتشين الماتشين احنا الافضل. ازاي يا ابن الحلال؟ طب خلينا نتكلم على الماتش بتاع ده. انت الماتش الاولاني بتاع الامارات بتاع الوداد. الامارات اتلعب امتى؟ لا سيبك من الوداد. بس ماتش الوداد اتلعب الجمعه اللي فاتت مش كده؟ الوداد هو اللي كان ماسك كوره في الشوط الاولاني وهو اللي كان مستحوذ اكتر. ما تعملش زي اتغلب يبقى ازاي يا جمال؟ يا جمال يا عبد الحميد يا جمال يا عبد الحميد انت راجل لعيب كوره ومدرب ما تعملش زي الناس اللي يعني مش عايز اقول كلمه يعني في فرق بين الاستحواذ ايوه والخطوره في الاستحواذ ايوه. ما احنا لما ابتدينا مانويل جوزيه مستر كوتي في بدايه السبعينيات ما كانش حد بيشوف اكرامي وباص 50 باصه قدامه. طب